الكل يترك بصمة، قد تكون عارا قد تكون فخارا لكنها بصمة. أعزائي مشاهدي بصمة، أهلا ومرحبا بكم في بصمة اليوم. بصمة اليوم هي امتداد لبصمة الحلقة الماضية مع فنانتنا التشكيلية الجميلة السيدة رندا حجازي. اسمحوا لي أفكركم بالحلقة اللي فاتت وبمقدمتها وبضيفة الحلقة اللي فاتت. تفضلوا معي. الفنانة رندا حجازي زهرة من زهور الياسمين الشامية، فنانة تشكيلية وإعلامية سورية، درست الاتصالات البصرية في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، كما درست الصحافة والإعلام أيضا. هي عضو نقابة الفنون الجميلة بسوريا، عضو لجنة الثقافة والفنون في نادي الإمارات. هي أيضا سيدة أعمال. بجانب معارضها الفنية التي زخرت بالكثير من لوحتها، عملت أيضا في مجال التصميم الإعلاني، كما عملت في أعمال الديكور الداخلي. الكثير من المجلات والصحف اهتمت بلقاءات خاصة معها تحاورها في مختلف الأعمال التي مارستها. لها معارض خاصة كثيرة ومعارض مشاركة أيضا في سوريا ولبنان ودبي ومونتريال. السيدة رندا حجازي سيدة لها بصمة خاصة، تفضلوا معنا للقائها. أهلا بكم. مساء الخير أستاذة رندا. مساء الخير. مساء الخير لكل العاملين معك في الاستوديو. أهلا ومرحبا بك في الجزء الثاني من لقائنا مع بصمة رندا حجازي الفنانة التشكيلية زهرة الياسمين السورية. شكرا يا جو. سعداء بوجودك معنا. أنا اسمح لي بملاحظة صغيرة كده، هي دي النظارة اللي كنت بيها المرة اللي فاتت؟ لا مش كده برضو؟ لا أنا كل مرة يا جو على حسب ثيابي بلبس نظارات. يعني إيه أنت مهتمة قوي بالحكاية دي؟ دي لونها إيه؟ ماتشنج دي ها؟ هي أورانج وأسود، يعني زي بلوز زي جميز. أورانج. انا عندي مجموعه حلوه من مجموعه المزارات. حلوه. او ماي جاد، دي من ضمن اهتماماتك الفنيه برضو؟ بتعتبريها جزء من الفن التشكيلي؟ كثير كثير يعني هي نظارات انا بعتبرها جزء من شخصيتي يعني. طب ما تفرجينا على حاجه كده. بتحبي تشوفيها؟ لوحه من اللوحات. استناني نجيب لك اياهم. بس تفضلي يا فندم، تفضلي يا فندم. يمكن نشتري حاجه ولا حاجه. الفنانين دول لهم مزاج غريب شوي، لهم حالات، لهم حالات خاصة بيهم كده، تفكير خاص ومزاج خاص، اختيار في الملابس، اختيار في المزيكا اللي بيسمعوها، اختيار في الكلمات. او ماي جاد يا الله، ده محل كامل يا فندم، ده محل كامل. هدول كل وحدة لون. هلا طبعا هم انا شايف الوان مختلفة جدا، ده الفكرة انها تبقى ماتشنج مع اللبس يعني. لسا عندي مجموعة ثانية يعني، بس انه هدول اللي اكتر شيء بلبسهم عند السلعة. هي انا فاكر الحلقة اللي فاتت كان في نظارة لون تاني غير كده. كنت لابسة انا لون رمادي وموف واصفر. هي الاصفر والموف. والله لا دي قصة تانية. النظارات عندي هون قصة جدا مهمة، وهم جزء من شخصيتي. عم بقول لك جزء من شخصيتك الاهتمام طبعا بالنظارات وبالملابس وكلامها. بالمناسبة ديت احنا الحلقة اللي فاتت كان اخر حاجة اتكلمنا فيها رندا لو تفتكري، كان عن شركة فيدا الامريكية واللي هي بتطبع تصميماتك على الملابس. ما كملناش النقطة دي، ممكن تدي المشاهد فكرة عنها سريعة نفكره حتى بالحلقة اللي فاتت؟ الحلقه الماضيه كنا عم نختم لما كنت عم خبرك احنا هنعرض الصور تاني بتاعه الملابس تبعيتي على غلاف المجله، وكيف اللوحه البنت اللي لابسه الطربوش كيف اخذت صدى كثير كثير من بعد ما انتشرت على غلاف مجله الجديد الثقافيه. هلا من بعد ما انتشرت اللوحه وانشهرت في اوروبا وفي امريكا وهيك، فاجاني انا العرض من شركه فيدا انه تاخذ هذا العمل تحديدا وتنشره على اعمالها. طبعا انا فورا وافقت، يعني هي باب جديد وحلو واكسبيرينس جدا مهمه لي وممكن تفتح لي باب كثير حلوه.
وافقت وبلشوا العمل فيها يعني، وانطبعت الرسمة على الثياب، ومن بعدها بلشت بقى تتوالى الاعمال بيني وبينهم. طبعنا ثاني عمل وطبعنا ثالث عمل، وهلا ان شاء الله في عنا لوحة زنوبيا كمان حتنزل على تيشيرت. والحلو بالموضوع جميل انا اللي مبسوطة جميل. فيه انه ملكة زنوبيا، ملكة تدمر، الملكة السورية المهمة اللي كل الدنيا بتعرفها، طبعا تنزل على ملابس أمريكية. فهي النقطة أنا اللي بفتخر فيها، جميل. واللي أنا عم بسعى تماما لأنه كل الحضارة الشرقية صح، عندنا ببلادنا ده بتتقاسم رمز كلهم وتأكيد على إنه الهوية مش السورية، تماما، رمز إنه وتأكيد على الهوية السورية. هي نجاح جديد لسوريا يسجل، إنه في بالظبط كده. أمريكا عم تنطبع بلوزة عليها الملكة زنوبيا. فأنا جدا سعيدة بهي الخطوة، وبتمنى تكبر، وبتمنى إنه أقدر أطبع لوحاتي اللي أنا شغلتها ملوك من الشرق، تنطبع اللي هن من أهل الحضارة مثل سوريا ومصر والعراق وفلسطين إلى آخره، تنطبع على ثياب أمريكية، تنتشر حضاراتنا ببلاد الغرب إن شاء انا الله يا رب. بحييكي على الفكرة ديت، وبأرجوكي انك تعملي ستريس عليها علشان هذه الحضارات اللي اتظلمت واللي تاهت تحت دوامة الأمة العربية، الحضارات دي ننور عليها شوية، الحضارات الفرعونية والسورية والصيانية، حضارة الشام وحضارة العراق، كل الحضارات دي لازم تظهر للنور لأنها طمست تحت تراب الهوية العربية. تماما السيدة العزيزة الملكة زينوبيا امرأة، والتابلو أو الصورة اللي اتعرضت على اللوحة أو اللي اتعرضت على غلاف المجلة اللندنية كانت لامرأة. سميتي اللوحة دي إيه من فضلك؟ أي لوحة تبع اللوحة اللي هي على غلاف المجلة كان اسم اللوحة الأصالة إيه؟ يا فندم؟ الأصالة الأصالة الأصالة. الأصالة أمال إيه مش عارف ايه الابوية كده، انت قلتي حاجة كده جامدة على الاب. لا، هم كانوا عم بي هم لك جو اللوحة دايما للعمل الفني قابل للتأويل. اها العمل الفني اللي قابل لكذا تأويل هو عمل فني ناجح. يعني أنا جميل طبعا كفنانة طبعا، أكون أنا قصدة منه شيء أنت بتشوفه بمنظور مختلف، بس انت هذا حضرتك المجلة قلتي اللي حاجة عمالين مش عارف. يشتروا شافوه مختلف تمام، بشكل مختلف تماما، شافوه قمع أبوي. فأنا ايوه ما القمع بقدر الابوي، القمع الابوي، تماما، وكأن ما فيش فأنا ما قمع، كأن ما فيش قمع من الام يعني هو بس الاب هو اللي بيقمع صح؟ لا أكيد في قمع، أكيد في قمع، بالعكس والقمع من الأم أكثر من القمع من الأب. هي انا تماما ملاحظ هي الكارثة نحن اللي عم نعيشها بمجتمعاتنا نحن الشرقية، إنه بتلاقي الأم عم بتعاني كل عمرها من القمع اللي هي بتعيشه، بترجع بس يجي بنات بترجع بتعاملهم نفس المعاملة وبتقمعهم نفس القمع. يعني القمع ما هو مصدره الرجل فقط، حتى المرأة كمان عندها جبروت وعندها تسلط على الطفلة الصغيرة من هي طفلة يعني. فالقمع ما هو محصور بالرجل أكيد لا. ده بالظبط، لكن انا ملاحظ ان المرأة هي هاجسك الاول في كل اعمالك تقريبا، مش عارف هل هي نرجسية انثوية ولا ده تعصب ضد جنس الرجل، يعني ليه واخدة موقف ضدنا كده، الراجل غلبان يعني. بالعكس على فكرة الرجل عنده قلب طفل وعنده حنية جدا كبيرة. يعني إذا بنقدر نقرأ الرجل كثير صح بنعرف نتعامل مع الرجل كثير صح، فنحن عم نتعامل مع طفل بهيئة رجل. ما عندي أي تعصب اتجاه المرأة وضد الرجل نهائيا، بس هي كل فترة جو أنا بتناول قضية معينة يعني كنا عم نحكي فيها الحلقة الماضية إنه قضايا إنسانية. فهي ثاقبت انه انا هالسنه هي تحديدا عم بشتغل كنت على المراه، كل المواضيع كانت عن المراه. فثاقبت هيك انه كل اعمالي صارت هيك، قبلها كنت عم بشتغل مثلا امراض نفسيه، قبلها كنت ازمه الحالات النفسيه للشعب السوري، يعني كل مره بشتغل عن شيء. بس ثاقبت يمكن هلا هالفتره انه انا لساتني بمود المراه، يعني عم بطلع منه شوي، عم فوت بمود التاريخ والحضارات شوي لمعرضي القادم. إن شاء الله بس يعني هلا بتلاقيني انتهيت من يعني موضوع المرأة، نتعشم لقيت نتعشم غيره. نتعشم إن إحنا نعمل تطبيع علاقات بين الرجل والمرأة يعني، وما يبقاش فيه استنى مني هذا معرض عن الشد الرجل والجذب. يا زول، استنى مني معرض عن الرجل ان شاء الله. أوكي أتعشم ذلك يعني. هو ما هو دايما الرجل مهضوم حقه للاسف، يعني دايما الناس شفتي كلها بتتقنى غلبان. بالمرأة وبتحكي عن حقوق المرأة
والرجل بالنهاية بيطلع مظلوم، دي عرفت؟ فأنا الحقيقة. بدي أمسك الرجل بدي أعمل له أشكرك، أنا عايز سيدنا المخرج هيسجل الجملة دي بالتحديد. انطروني إن شاء الله. عايز أقول لك بأمانة شديدة، لو حبينا نوصف الفنانة رندا حجازي بمنتهى الأريحية وضمير مستريح، نقدر نقول إن الفنانة رندا حجازي، الفنانة التشكيلية رندا حجازي، صاحبة قضية وصاحبة مبدأ. لكن لو جيت أصنفها فنيا، والمدارس الفنية المتعددة الكثيرة التأثيرية والتعبيرية والسريالية وإلى آخره، أحط الفنانة رند حجازي الفنانة التشكيلية، أحطها في أي مدرسة من المدارس دي تقريبا؟ أنت شايفة إيه؟ إيه رأيك؟ إجابتك إيه؟ لك شو هلا بالعموم، انا كل موضوع بعطيه حقه، يعني في عندي مواضيع انا بتطلب مني اني انا اكون واقعيه لحتى يكون موضوعي تسجيلي اكثر ما يكون هو بيعبر عن حالتي انا النفسيه كفنانه، فبروح للواقعيه اكثر. في مواضيع بتعبر عن حالتي انا كفنانه او نظرتي للموضوع كفنانه، فانا بروح للتعبير الانطباعي اكثر، فكل موضوع بعطيه حقه. هلا بشكل عام انا بروح اكثر للتعبير، يمكن اكثر يعني الواقعيه التعبيريه اللي فيها شيء تسجيلي من الواقع او وثائقي مثل ما بيقولوا، بما اني انا عم بمتهن الاعلام بمجال الفن، تسجيلي نوعا ما، لكن بضيف عليه احساسي انا كفنانه. يعني انت بتلاقي مثلا ببعض اللوحات في شيء من الواقع بالاضافه لرؤيتي انا كفنانه اضيفه انا على اللوحه، لهيك ببعض الاعمال مو كلها بتلاقي في جزء بسيط من السرياليه موجود بالاعمال. يعني كمان لا تنسى، انا في نقطه جدا مهمه حلو الناس تعرفها، انه انا لما اختصيت بكليه الفنون الجميله انا اختصيت قسم اتصالات بصريه. قسم اتصالات بصريه هو اللي بيعتمد، هو الاعلان، هو قسم الاعلان، هو اللي بيعتمد على العناصر المركبه بالعمل الفني اللي بتلفت نظر، اللي بتجذب المشاهد بطريقه او باخرى. فما بتروح كثير على الكلاسيكيه، لانه الكلاسيكيه نوع من المدارس يعني ما بدي اقول ما بيلفت نظر، بس ما فيه عامل الشوك، يعني انك ما بتصدم الناس لما بيشوفوا العمل. انا بحب عامل الصدمه، لما الناس تشوف العمل تقول واو في شيء غريب، شو هو؟ ليش رندا حطيت هالعنصر باللوحه؟ شو جاب هذا العنصر لهذا العنصر؟ تبقى بصمتك موجوده. تمام، انا بتنقل بين السرياليه ببعض الاحيان مو على طول، ببعض الاحيان وقليله جدا، للواقع التعبيري، بحب الواقع التعبيري. تعبيري اجمل، جميل جدا، المهم ان بصمه رندا تبقى موجوده، ده المهم. اكيد. بالظبط. وبحب التفرد باللوحه كمان، في نقطه هي كثير مهمه. صح. كمان اذا بتلاحظ جو، بتلاقي انا في عندي شخص واحد باللوحه، نادر جدا ما تلاقي لوحه عندي فيها شخصين وثلاثه او اربعه او مجموعه اشخاص. بحب ركز على شخصية واحدة بالعمل، أعطيها كل أحسن. جميل إن يبقى لك ستايلك الخاص بك. تمام. لكن في حاجة بقى عندي ملحوظة، وسامحيني على المستوى الشخصي، يعني أرجو إن تتقبليها بصدر رحب. يعني أنا ملاحظ من خلال اللي أنا شفته بصور معارضك سواء في دمشق أو في دبي أو في مونتريال، بلاحظ العشوائية واللا نظام بيسود مراسمك بشكل عام. وحتى انت في مره سالتك السؤال ده وقلت لي انك لما بتيجي تدوري على الكراكيش، انا بدور على الكلمه، على الكراكيش، تحبش على كراكيش، تبحبشي على الكراكيش تبعك، بتتعبي. فانا مش عارف، اولا مبدئيا ترجم لنا الهندي ده اللي انت بتقوليه الكراكيش وتبحبشي ترجمها لنا بالمصري عشان نقدر نستوعبها. بدنا نعمل لك دوره بدنا نعمل لك دوره تاهيل باللغه الشاميه. اي اول شغله. سو يعني ده يسعدني والله، ده يسعدني، لان كل حبايبي كتير في سوريا. قولي لي بقى ايه الكراكيش وايه تحبيت تتبحبشي دي؟ يعني الكراكيش هن بالمصري بيقولوا كراكيب. كراكيب اللي بالمصري احنا بنقول دور في كراكيبك مثلا. هي الكراكيش، هي الكراكيب. والتحابيش دي احنا عندنا حواوشي مثلا، انما تبحبشي يعني
انا تبحثي؟ بدور على شيء، بدور على شيء بني كراكيب يا احوشه الله، الاغراض. لازم عايزه هي ديكشنري عامه الحاجات، ديكشنري يعني. اوكي جود. طيب هل دي سمة من سمات الفنانين بشكل عام؟ هل دي بتساعد على الإبداع ان الواحد يبقى بشكل عشوائي كده، ولا يعني انا لو جيت مثلا رحت منظم لك المرسم بتاعك وحطيت لك كل حاجة في مكان وكلام زي كده، هل ما تحسيش بارتياح؟ أكيد. تتعبي نفسيا؟ لا، هي مو مبدأ الترتيب هو المتعب. الفنان بيشوف الحياة بمنظور مختلف عن الواقع، عن الشخص الحياة أو ترتيبات الحياة التقليدية اللي كل الناس بتشوف. يعني بتلاقي مثلا ممكن تلاقيني قاعدة تحت الطاولة مثلا، Oh my مثلا God. يعني ممكن تلاقيني حاطة غرض فعلا مانو بمحله، يعني بطريقة غرض اللي يعني أنا كركوش مش كده؟ بشوفه حتى غرض غرض يعني حتى كركوش. كركوش؟ كركوش. فهي الفكرة عجيب إليك، والله. الفنان هو الإنسان اللي قادر على الخلق أو إعادة الخلق لكل شيء عظيم. يدور حواليه. فكل شيء واقعي هو بيتمرد عليه، كل شيء بالواقع هو الفنان إنسان متمرد، بتمرد على الواقع، بتمرد على الأشياء الموجودة، بتمرد على العادات والتقاليد اللي بتكون محكومة بحياته أو اللي هي حاكمة حياته. فبتلاقي حتى بطريقة تعايشه مع الواقع، مع أفراد عيلته، مع أغراضه الشخصية، مع كراكيشه وحراطيقه، بتلاقي بيتعامل معه بطريقة مختلفة تماما. يعني كل الناس بتعرف انه والله اذا صفينا الكتب بالمكتبة هيك بطريقة منظمة فهي هذا الترتيب بحد ذاته. فنان بجوز لا يصفهم بعضهم بالأرض مثلا، يعملهم طاولة مثلا يأكدوا. يعني كل فنان له رؤية بالحياة، له منظور أو إعادة خلق للحياة من أول وجديد. لهيك بتلاقيه فوضوي. يعني هي حالة الفوضى أو صفة الفوضى عند الفنان هي بتخلق معه. يعني تلاقي الأم بتعاني من ابنها الفنان من هو صغير إنه فوضوي وكراكيشه كتار وما الفوضى بيعرف، ما الخلاقة. بي الفوضى الخلاقة. فما حدا بيقدر يفهمه للفنان انه ليش هو عنده هاي الفوضى. هي مانا فوضى، هي حالة من رؤيته للحياة بطريقة مختلفة، بس الانسان الطبيعي بيلاقي انه هاي فوضى. عرفت كيف؟ فهي هاي ده بينقلني معاكي لسؤال تقليدي انا دايما بساله لكل ضيوفي اللي هم بيمارسوا الابداع، سواء كان كتاب ابداع في الكتابه او في الرسم او في الموسيقى، اي مبدع دايما بساله السؤال التقليدي ده. هل لك طقوس معينه لما بتيجي تمارسي عملك الابداعي؟ في طقوس معينه مثلا بتشتغلي بالليل، بتشتغلي بالنهار، بتحبي تسمعي موسيقى معينه؟ مش يعني هل في حاجه، ولا انت بتسيبيها لوحدها كده وات ايفر، منين ما بيجي لك الوحي ومنين ما بيزورك ملاك الفن بتمارسي هوايتك او بتنتجي؟ لك جو، انا بالعموم من الاشخاص اللي بتاقلم بسرعه مع اي جو انا ممكن انحط فيه. يعني انا ماني ملزمه اني انحط بجو معين لاقدر انا ابدع، لاقدر انا اعمل شيء. انا عندي استعداد باي جو انحط فيه اني اطلع بشيء جديد. وهي الفكره دائما، فكره العمل الفني بتطلع بهيك لحظه. يعني اي عمل فني في حاجه مش لثقافه، مرتبطه بحاجه بطقس معين. لمعرفه. لا 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 ابدا. يعني ليك بفضل دائما، اكيد انا بفضل انه يكون في عندي جو عام خاص فيني، يكون في عندي، انا بحب حاله الوحده، انا بحب الوحده، بحب اقعد لحالي كثير، بحب اصفن كثير، فكر كثير، بحب اقرا كثير. الثقافه بتلعب دور بحاله الابداع. كل ما قريت اكثر كل ما ابدعت اكثر، كل ما كبر خيالك اكثر، كل ما قدرت تشوف الحياه بمنظور مختلف. بس اذا ما صح لي الفرصه اني انا يكون عندي هذا الجو، اتس اوكي، ما عندي مشكله. انا عندي استعداد اني اتاقلم مع اي جو، المهم حاله الابداع تكون هيك موجوده. انا ياما مثلا بكون نايمه بالليل بتطلع فكره براسي مجنونه، فبقوم نص الليل الساعه 4 مثلا، بقوم بنفس اللحظه لانه الفكره طلعت، فانا بدي انزل ولو انه اعمل لك ركي بسيط، لانه اذا نمت كفيت نوم في الصبح رايحه الفكره من راسي. فانا بقوم وبرسم كروكي صغير بعدين برجع بنام، بأمن انه الفكره صارت على ورق. فهي حاله الابداع هي حاله حلوه. هيك في عندي صديق مخرج اردني كثير بعزه وبوجه له تحيه، مخرج سينمائي كثير مهم اسمه فيصل السعدي، بيقول دائما انه المغامر والمبدع
يخلق فكرة، والشجاع بيحملها وبيدافع عنها، والجبان بينعم فيها. يعني أنا هي المقولة دائماً برددها بعد ما سمعتها منه لما قالها أول مرة. حالة الإبداع عند الفنان هي حالة من إعادة الخلق، هي حالة من مثل ما بيقولوا بالعامية جنان، بجن الفنان شو بصير براسه بتطلع أفكاره. الحب إنه الإنسان في بمقابل هالإنسان المبدع في عندك إنسان بيشجع هالحالة، بيحملها، بيدافع عن فكرة الفنان، ما بيستهون بهالفكرة، بيحملها وبينشرها. هلا في عندك ناس اللي بتخاف من الفن او بتخاف من الافكار الجديده او بتخاف من التمرد اللي بيعيشه الفنان، فبتلاقيه بالنهايه لما بيلاقي الفكره او العمل الفني صار موجود عنده على طبق من ذهب، بتلاقيه بيستمتع فيه، بتلاقيه بينبسط فيه. يعني هي الحاله، هي التركيبه من البشر بتوصل العمل الفني لحاله او لا تعطيه سمو للعمل الفني. وهو كل مبدع له الشجاع والجبان اللي كل واحد منهم بيحب له وظيفه معينه بتنقيه للعمل الفني او بابداعه للعمل الفني. بتلاقي العمل الفني وصل أو يعني بالنهايه بتلاقي العمل الفني بيهذب النفوس، بيصعد الميول، بيطهر الافكار عند الناس. فبطريقه او باخرى بتلاقي كل الناس عم تستمتع بالعمل الفني، بغض النظر عن الحالة اللي بيكون فيها الفنان أو عن الأجواء اللي بيكون محطوط فيها الفنان. المهم هي فكرة الإبداع بتطلع، صح، بتكون مسؤولة بعلم بأكاديميا عند الفنان، يعرف كيف يشتغل فكرته صح، كيف يقدمها للناس بطريقة صح، وبينجح العمل. وكل مبدع له أسلوبه وستايله الخاص، يعني ما فيش صيغة ثابتة ومتفق عليها للكل، كل واحد له ظروفه. يعني الفن الأديب الكبير نجيب محفوظ كان له توقيت معين هو اللي بيدخل فيه مكتبه ويقفل بابه على نفسه ويكتب فيه، له توقيت معين بيكتب فيه، هو له ستايله، له عادته كده يعني. كل انسان طبعا، كل فنان. في سؤال جالي دلوقتي، ده خارج المنهج، انا اساسا ما كنتش حاطه في السيناريو بتاعي، لكن عمالين يزن عليا من الكنترول روم ماجد واسامه، بيقولوا لي بيحرضوني اسالك سؤال معين. في لوحه وراكي هم شايفينها، شوفوا هما شايفين من هناك الست اللي قاعده ديت على كرسي عرش تقريبا، حاجه زي كده. بيقولوا لي قول لنا ايه اللوحه ديت، وبعدين هم ملاحظين ان فيها ملامح من ملامحك، هل هذا الكلام صحيح ولا هم بيتخيلوا؟ صح. ايه راي حضرتك؟ صح صح يا اولاد الايه، طلع كلامهم صح يعني، توقعهم صح. صح صح, صح كلامهم. لكن انا اغلب اعمالي هم فنانين برضو على فكره، نظرتهم مظبوطه. جود جاب، برافو ماجد، برافو اسامه. اشرح لنا اللوحه بقى. بالحلقه الماضيه كان في لوحه على يساري هون صغيره، كنت راسمتها رسمه الشاعره انخدوانا، هي اول شاعره حب بالتاريخ، كنت راسمه حالي فيها، صورتي تماما 100% هي. ببعض الحالات مثل اللوحه هي الموجوده وراي هلا، ماني راسمه حالي، يعني ماني قصده ارسم حالي بشكل صريح وواضح، لكن اخذ ملامح مني، اخذ شيء، يعني بالنهايه الفنان روحه رح تطلع باللوحة، ملامحه رح تطلع باللوحة. كيف بالأحرى لما أنا بكون عم بكون مآمنة بالعمل اللي أنا عم أشتغله. هلأ هي اللوحة من أحب اللوحات لقلبي، وأنا على فكرة بنشر أعمالي بالعادة على الإنترنت. هي اللوحة ما نشرتها لحد اليوم، هي أول مرة بتطلع اللوحة هي. جميلة. كان أنا نفسي شايفك بالمناسبة لابسة في اللون الأزرق، هل ده لونك المفضل؟ ولا ما هو لونك أبداً. المفضل بالمناسبه لا. دي لا، لوني المفضل انا لون الموف. الموف. لا الموف. لو قلت من الالوان الاساسيه، يعني الالوان الاساسيه اياهم لونك المفضل؟ الازرق. الالوان الاساسيه الازرق. اوكي تفضلي كملي حضرتك، اسف على المقاطعه. بسيطه. هي اللوحه جو هي بتحكي عن ملكه سبأ. ملكه سبأ. ملكة بلقيس. ملكة سبأ. yes. اللي كانت من أهم الملوك بحضارة اليمن. هي اللوحة ما بعرف إذا واضح عندك أنت، في عندها السولجان أو العصا اللي محطوطة في الصورة. هذا سولجان، هذا رمز للقوة وللعظمة بحضارة اليمن أو عند الملوك بالعموم بشكل عام، يعني من أيام الفراعنة كمان موجود في كل طبعا.
طبعا لما عم بقول لك هي عند كل الملوك تقريبا. رمز صولجان، رمز الحب. هو تمام، هو رمز للقوه وللسلطه عند الملوك. هلا انا جربت اني احكي عن الحاله اللي عم بتمر فيها اليمن بهي الايام، اللي هي الحرب والدمار وطمس الحضاره والى اخره. فانا عبرت عنها بتلبيس الصولجان بالواقي الذكري، الواقي الذكري اللي هو بيمنع استمرارية الحضارة، اللي بيمنع اللي رمز كبير بيمنع ده. طبعا رمز بيمنع التكاثر بيمنع هالحضارة من انها تستمر وتستمر من جيل لجيل وتكبر. يعني حتى انا في عندي لوحة هون ما بعرف اذا واضحة او مبينة، فهي لوحة لحنظلة. دي ايه اللوحة دي لمين؟ هي لحنظلة، شخصية حنظلة، حنظلة شخصية البسمة ناجي العلي، فنان ناجي العلي. كمان انا هون هي رسمت اللوحه بالايام اللي اعلنت اسرائيل انه فلسطين عاصمه لاسرائيل. فكمان لبسته لحنظله، رسمته بشكل حجر متجنن ولبست الواقي الذكري من فوق لتحت مثل رمز، مثل شكل الفيترين اللي بينحط تمثال بقلبه. فهو كمان رمز لإعاقة استمرارية الحضارة الفلسطينية ولاستمرار وجود الحضارة أو استمرار أو إعاقة للمقاومة الفلسطينية عن طريق الطفل حنظلة. تعقيم تمام. هلا نرجع جو لنفس الحالة اللي كنا نحن عم نحكي عنها لما قلت لك إنه أنا بجرب حط رمز باللوحة يخلي الناس تفكر، تعطيها تأويلات مختلفة للعمل. فهذا الرمز الواقي الذكري انا اللي حطيته بهدول اللوحتين خلى الناس تفكر شوي. طبعا غلط. انا لوحه حنظله نشرتها، لكن لوحه الملكه بلقيس ما نشرتها على الانترنت. ما حدا شافها، يعني هلا انتم عم تشوفوها اول شيء. الرمز مهم جدا فعلا. بتمنى تكون انا الافكار عم تصل، وان شاء الله هدول عم بحضرهم لمعرض بيروت، فان شاء الله بكره ينجح المعرض واقدر وصل الأساوات الفكرة وأساوات اللي عم يصير ببلادنا من خلال هالرموز هاي البسيطة اللي أنا عم بحاول أن أدخلها باللوحات. طب راندا، أنت لما بتستعملي القلم الرصاص فهو تقنية جافة، ولما بتستخدمي الإكليريك فهو تقنية حيوية، فمتى تستخدمين هذا ومتى تستخدمين ذاك؟ ممكن تدينا فكرة كفنانة إمتى بتلجأي لده وإمتى بتلجأي لده؟ جو بالعموم انا القلم الرصاص ما كثير بستخدمه كلوحات فنيه. استخدمته مره واحده لما حكيت عن المراه وعن هموم المراه وعن عالم المراه. استخدمته للقلم الرصاص لانه كان في له توظيف مهم لما كنت عم احكي عن الرماديه اللي بتعيشها المراه وعن الوحده اللي بتعيشها المراه. فما كان عندي وسيله او تكنيك افضل من اني استخدم الرصاص لعبر عن هالحاله هي. الأكريليك مثل ما قلت هو مادة حيوية جدا وألوان بتعطي عشق للحياة، فما بيتناسب مع الحالة اللي أنا كنت عم بحكي عنها بموضوع المرأة. الرصاص مادة جافة بيناسب المواضيع اللي فيها يمكن يعني فيها ألم يمكن أكثر، فيها وحدة أكثر، فيها انطوائية أكثر. على الرغم من انه حتى الاكريليك فيك انت تعبر بفيل هي كماده، فيك تعبر عن كل الحالات الانسانيه اللي انت بدك اياها. وعلى فكره الدمج بين الاكريليك والرصاص ما انا كلمه سهله ابدا، يعني هي فيها خطوره كثير كبيره وكانت مغامره. انا لما اشتغلت الاكريليك مع الرصاص كان عندي حس المغامره والتحدي انه يا هل ترى رح انجح انا بدمج المادتين مع بعض ولا لا. هلا الحمد لله انه نجحت فيها، يعني كانت النتيجه حلوه. جميل انك تعملي حاجه خارج الصندوق، يعني انك تمام. بس هي حاله شاذه، يعني انك انت تشتغل بهالطريقه اكريليك مع رصاص هي فعلا حاله شاذه. هو خرج من الصندوق وده مهم. تمام، هي كانت تجربه واستمتعت فيها. يعني هلا بدور على تكنيك جديد. على فكره جديد، احنا عايزين دايما الجديد. عايزين تمام. دايما الجديد. وبمناسبه الجديد، اللوجو، لما بنيجي نعمل لوجو لأي منتج معين لأي شركة، على قد ما المفروض إنه يكون معبر تماما عن المنتج اللي هو هيمثله، على قد ما كان على قد ما هو من الضروري إنه يكون بسيط
بقدر ما يكون بسيط وبقدر ما يكون معبر بقدر ما بيكون ناجح. ف رندا حجازي كدارسة لعلم الجمال ممكن تشرح لنا في اللوجو بالتحديد ايه موضوع النسبة الذهبية اللي المفروض يكون متوفر؟ عشان الناس يعني الناس ما سمعتش كتير عن الجملة ديت او التعبير ده، يا ريت تشرح لنا اكتر ايه هي النسبة الذهبية لما نيجي نصمم لوجو. معلومة للمشاهد. انا معي وقت اشرح يا جو؟ يعني لحد ما معانا يعني ما مش هنقعد معاك لغاية بكرة. اوكي ومعانا الصور على فكرة هنعرضها على الشاشة من خلال شرح بتاع حضرتك. معنا الصور. أنا لما بدي فوت على نسبة ذهبية أنا لازم أعطي فكرة شوي عن علم الجمال، شو هو علم الجمال، كيف بنقدر نحن نحدد الشيء الجميل من الشيء القبيح. خلينا نبتدي مبدئيا، ما هو علم الجمال؟ لك أنا رح أحكي لك قصة صغيرة بالتاريخ موجودة. مرة بزمانه سقراط عم بيسأل تلميذه هيدياس، عم بيقول له يا هيدياس ما هو الجمال؟ عم قال له أي شيء حلو، ممكن فرس حلوة، ممكن امرأة جميلة، ممكن الورد، ممكن اي شيء. عم قال له انا ما عم بسألك شو هو الشيء الجميل، انا عم بسألك شو هو الجمال، القيمة، لدرجة انه انت قيمة الجمال شو هي. عم وصلوا لنقاش وبلشوا يتناقشوا مع بعضهم، طبعا بطريقة سقراط، معروف سقراط انه نقاشه دايما طريقته توليدية بتوليد الافكار. فصار يحكي معه ويتناقش ووصلوا لمرحلة انه هيدياس قال له انه فعلا الجمال صعب تحديده، يعني صعب نحن نقدر نقيم الجمال شو هو. فمن هون بلشوا العلماء طلع العلم العز، صار الجمال له علم خاص قائم بحد ذاته، انفصل عن علم الفلسفة او اي علوم اخرى، وبلشت المدارس الفنية تحكي عن شيء اسمه علم الجمال. وصلوا لمرحلة انه في مدرستين لعلم الجمال. اول مدرسة بتقول انه الجمال هو قائم بذاته، يعني لما انت بيكون في عندك شيء متكامل مدروس بطريقة صحيحة واكاديمية وفيه النسب الصحيحة 100%، فانت شئت ام ابيت رح تشوفه جميل. المدرسة الثانية بتقول انه من مبدأ كن جميلا ترى الوجود الجميلة، يعني نفسية الإنسان أو سيكولوجيا الإنسان هي اللي بتعكس نظرته للأشياء. ففعلا أنت لما بتطلع على هاي المدرسة أو بتفكر فيها، بتطلع على هاي المدرسة وبتفكر فيها، فإن الاثنين حق معهم. يعني بالنهاية الجمال أنا برأيي هو الجمال هو انسجام بين العقل وبين الشيء اللي أنت عم تتعامل معه، في انسجام، في هارموني، في ده، في 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 حالة نفسية، في عقل عم يحس، في ذوق عم بيقدر الشيء اللي عم يشوفه. فأنت بتصل يعني بتصل لمرحلة إنه الإحساس الحقيقي للجمال هو عبارة عن خبرة ذاتية متراكمة مع الزمن، بالإضافة لمحاكمة ذوقية أنت بتكتسبها من حياتك، لكنه يبقى اللي أنت بتتراكم عندك. أوكي. يعني أنت شو ثقافتك في الحياة، شو المواقف والأشياء اللي تعرضت لها بحياتك، كيف نمت رؤيتك للحياة، فأنت بتشوف الجمال. بالإضافة لهذا الشيء المكمل له أنه هو هالشيء الجميل قدامك، يعني يكون عنده المقومات الأساسية للجمال أو ما بيكون في عنده. فنرجع نقول أنه الجمال هو دمج بين الحالة السيكولوجية للإنسان أو الخبرات المتراكمة، بالإضافة لأنه هالشيء الجميل أو الشيء اللي أنت عم تشوفه لتقدر تقيمه إذا هو جميل أو لا، المفروض يكون فيه قيم معينة هي تعطيه القيمة الأساسية للجمال، اللي هي النسب، اللي هي الشكل، التكوين، لا 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 إلى آخره، كل هدول الأشياء. ولذلك يبقى الجمال شيء نسبي برضه، يعني ما هو جميل بالنسبة لي قد لا يكون جميل لشخص آخر، أو قد تختلف النسب، ما أراه رائع قد يراه الآخر جميل. تفضلي. كان عم بيقول سقراط انه تحديد الجمال شيء صعب جدا، صعب نقدر نحن نضبطه بين قوسين، الحاله النفسيه بتدخل في دي، كيف الجمال بين قوسين كثير صعب، هو موضوع نفسي بيرجع لامور سيكولوجيه ولامور بتتعلق بالشيء نفسه. لهيك نحن بنحاول قدر الامكان لما نحن بدنا نعمل ديزاين او نحن بدنا نعمل
تصميم إعلامي، لوجو، لوحة فنية، أي شيء. في شيء اسمه بالحياة اسمه النسبة الذهبية. النسبة الذهبية هي ما كل الناس بتعرفها، أو الأحرى حتى في عندك مجموعة من الناس اللي بتشتغل فن بتشتغل، بس هي ما بتشتغل على أساس النسبة الذهبية. أي عايزين نسبة نفهم ايه هي ذهبية؟ النسبة الذهبية دي. هي متتالية ديبوناتشي، متتالية ديبوناتشي، ليوناردو ديبوناتشي هو اللي حطها المتتالية، هي اللي عندنا بتعتمد على مجموعة صور انا هنعرضها لحضرتك برضو، اللوجوهات. اتفضلي اسمع تعتمد على حضرتك. 0 1 1 2 3 5، يعني بمعنى انه كل رقم في المتتالية هو عبارة عن مجموع الرقمين اللي قبله. اوكي، بتصل لنتيجة انه تقسيم الرقم بالمتتالية على الرقم اللي قبله بيطلع في عندك قيمة رياضية ثابتة. هي القيمة الرياضية الثابتة هي عبارة عن 1.618. يعني واو، انت لما ده بيكون احنا عندك دخلنا في هذا الماس هنا. الرقم، تمام، هذا الرقم هو ثابت رياضي، انت لما بتستخدمه بحياتك اليومية، بتستخدمه بأعمالك الفنية، بديكور بيتك، انت كشخص عادي مانك فنان، انت لما تستخدم هذا الرقم تحديدا، فانت عم تحقق نسبة جدا عالية من الجمال، بنسبة عالية من ان عينك ترتاح للشيء حلو. بمعنى اذا كان بالظبط، عندك ده مثلا بيترجم يا استاذه رانيا ان الواحد ساعات بيشوف حاجه عينه ترتاح لها، وفي حاجه يعني ما عارف يرتاح لهاش، لكن ما بيبقاش عارف المبرر. هو بس بيقول الحاجه دي كويسه، الحاجه دي مش كويسه، لكن ما هو بيبقاش عارف بيعرف المبرر. السبب، صح؟ اتفضل. يعني بمعنى جو، اذا نحن عندنا مستطيل، اذا كان عندنا طول 1 سم، فالعرض لازم يكون 1.618، 1 سم.618. وهلا مجر 2 سم، تضرب هذا ب 2 سم، 1.618 ب 2 سم، كذا يعني نسبة وتناسب. وطبعا هذا الموضوع بيرجع كمان لأشياء حلزونية وأشياء دوائرية بالظبط، ودراسات صارت على هذا الأشكال الموضوع، على الهندسية هذا المتنوعة كلها. الرياضي، طبعا على الرقم هذا الثابت الرياضي، ومن أساسه بلشت. هلا طبعا هذا الموضوع دخل مع علم الجمال، لكن النسبة الذهبية على فكرة إذا نرجع للحضارات القديمة وخاصة الحضارة الفرعونية، نلاحظ أنه هذا الرقم موجود من 2800 سنة قبل الميلاد. ما سابوش حاجة يعني الفراعنة ما عملوهاش. هرم خوفه لحاله، هذا صار من بناء على ما أظن إذا ماني غلطانة الله، بال2000 قبل الميلاد، إذا ماني صح، لنا صح الحق أن نفتخر بمصرياتنا يا سيدتي، فرصة لي. تمام. فهو إذا بتشوف هرم خوفه فهو مدروس ومبني على النسبة الذهبية. عباقرة. أهرامات الجيزة، يعني في عندك كثير أمثلة بالدر، يعني حتى بالطبيعة موجود هذا الرقم جو، يعني ولوحات ليوناردو دافنشي. تمام. الفنانين اللي بيستخدموه، يعني أنا في عندي لوحة، لا الله يرثني، ما أنا موجودة عندي حاليا هون، أنا شغلت على نسبة الجيوكاندا. ذهبية، عندي لوحة أنا رسمتها هون موجودة عندي بالاستوديو، إذا بتحب تجيبها بورجيك إياها. اها، كيف الدوائر أنا أخذتهم من القطر تبعه، وقطر اللوحة هو مبني على النسبة الذهبية. فأنت بتطلع على اللوحة بتلاقيها كاملة متكاملة، بس أنت ما بتعرف ليش، أنت كمتلقي، بس أنا كفنانة شغلة العمل، فأنا بعرف إنه هو ناجح بصريا لأني أنا شغلة على نسبة ربنا خلقها، مش يا الإنسان ودي اللي فايدة بقى دي خلقها. بالكلمة دي هنا، اسمحي لي أقول بقى هنا للمشاهد، دي فايدة وقيمة العلم لما بنضيفه للموهبة. يعني الموهبة لوحدها حاجة، ولما بنضيف العلم للموهبة بيثقلها وبيخليها تبدع أكثر وشغلها أكيد، يبقى أكثر وجدا إتقانا. مهمة يا جو. أنا دايما بنصح كل الناس، وبأي مقابلة بطلع بحكي دايما بموضوع النسبة الذهبية، لأنه فعلا موضوع إذا بيدخل بحياتنا اليومية، نحن كناس كبشر منا فنانين، كناس عاديين، نحن عندنا نعرف لوجوهات إيه. تانية كمان لأبل وبيبسي كولا. جو خليني بس نخبرك قديش ربنا متحسس للجمال، وقديش أبدع الجمال بالحياة. تخيل إنه نحن في عنا الايد، خليني قبل ما اقول الايد. من هون، الايد من هون، اوكي، لهون، الذراع بالكامل. بنسبة هي، على نسبة هي بتطلع هي 1.618. نسبة السلمية هي الموجودة هون على هي الصغيرة اللي بعدها موجودة، هي إذا قسمنا طول هي على طول هي بيطلع 1.318. تخيل من عند طول الجسم كله على
من طول من عند السرة لعند الإجرين فهي مثل بهدية. يعني حتى لما بيعلموك الرسم بمراكز الفنون الجميلة بيعلموك أنك أنت ترسم جسم الإنسان بنسبة تناسب حتى يطلع عندك أنت جسم بطريقة صحيحة وما هو مشوه وتكون نسبة ذهبية متواجدة بكل عنصر من عناصر الجسم. حتى ربنا خلقها بالطبيعة. يعني حلزون الإذن عندنا يعني كمان هذا الحلزون المشهور كثير، هذا حلزون المشهور على النسبة الذهبية، وهو إذا نشوفه بالأعمال الفنية بنشوفه بنسب الإنسان جسمه للإنسان بنشوفه يعني بتلاقي إنه هذا شيء طبيعي موجود بالحياة. شكرا للعلم اللي قد ايه العلم ده جميل ورائع صحيح، لحتى عم بيكشف لنا اشياء كثير مهمه بحياتنا. يعني حتى انا ذاك النهار عم بقرا معلومه بس ما عندي كثير فكره عنها، انه تخيل بمجال المال والاعمال والبورصه والربح والتجاره بيستخدموا النسبه الذهبيه، ما بعرف كيف بيتعاملوا فيها بالبنوك لحتى يخففوا من نسبه الخساره بالتعامل الأموال. أنا ما كثير عندي فكرة عن هذا الموضوع، بس إنه قريت عنه هيك بالصدفة. المتخصصين في الاقتصاد يعرفوه موضوع الأموال، فشغلة ما بعرف حلوة وغريبة. يعني فهو رقم جدا مهم، بنصح كل اللي عم يشوفونا إنه يفوتوا على جوجل ويعملوا شوية شرح، يقروا سوري شوية معلومات عنه، جدا مهم. وإذا منلاحظ شو، خليني أعطيك معلومة أخيرة. في عندك اللوجويات بيبسي، الأبل، كل هاي لوجويات قمة بالروعة، قمة بالنجاح. وما في أي إنسان بالعالم، حتى جوجل يعني ما في إنسان بالعالم بيقول لك إنه هذا اللوجو ما هو حلو. رغم البساطة يعني، ورغم إنه في كثير ناس ما بتفهم شو معانيهم باللوجويات، لكن إذا بترجع للدراسة الأساسية تبعيتهم بتلاقي إنه اللوجو مشغول على النسبة الذهبية، الموصل لهالبساطة والقوة بنفس الوقت، السهل الممتنع، الخط السهل بنفس الوقت المدروس بعناية شديدة. ترجع للخفايا كلياتها بتلاقي إنه 1.618 هو السر بهالجمال هذا كلياته. أكيد العلم عم بيصف ويشوف ويقرأ. العلم هو المفتاح وهو السر والمعيار اللي بيفصل بين أمة وأمة وبين شعب وشعب، وده اللي بيخلي فيه شعوب في العالم الأول وشعوب في العالم الثالث وفي الحضيض. مدى استخدامهم للعلم ومدى تقديسهم واحترامهم للعلم والبعد عن الغيبيات والتخلف والموروثات والآخر، قد إيه العلم ده مهم فعلا، وهو يعني قطرة التحضر. ومن واجبنا نحن نتثقف، يعني انت كانسان موجود على الحياه. واجبنا يا سيدتي ان نعود الى حضاراتنا القديمه، ان نعود الى الفراعنه والى السريان والحضارات القديمه اللي اجدادنا كانوا بيتمتعوا فيها بحضارات رائعه فقدناها للاسف. بس انا ماني مع كلمه نعود لحضارتنا، انا برايي نكمل حضارتنا. هي نكملها، ما احنا انفصلنا عنها يا سيدتي. هي فين؟ فصلنا عنها، احنا هننسى سنين الجهل الطويلة اللي عشنا فيها. الوعي موجود والثقافة موجودة. مفيش داعي نحط دماغنا في الرملة أستاذة رندا. سامحيني اختلفت معكي في الرأي. بشكرك بالرأي. الاختلاف في الرأي لو أرسل للود قضية. أكبر دليل إنه أنا ما زلت عم أشتغل على حضارة دول هي أهل الثقافة وأهل الحضارة وأهل العلم، وأنت كمان بنفس الوقت أنت من الأشخاص اللي لحد اليوم وبسمعك على طول عم تحكي وعم تدعي لشيء اسمه حضارة فرعونية، عم تحكي طبعا عن حضارة سريان، عم تحكي يعني عم تحكي عن الأشوريين، عم تحكي عن حضارات هي الأساس كانت منطقتنا، منطقة غنية غنية غنية، مش غنية بالبترول ولا غنية بحضارات عظيمة هي اللي نورت الدنيا كلها. للأسف للأسف ما فيش داعي نكمل كلام. بشكرك جدا على هذا الإيضاح وهذا الكم من المعلومات المفيدة اللي أكيد المشاهد هيستمتع بيها. وخلينا اتنقل معاكي لسؤال بقى يعني له علاقة بالموضوع. تفتكري الفن لما نقول ان هو بيتمتع نديله الحرية، طبعا اي شيء في مناخ حرية بينمو ويترعرع، لكن تفتكري ان الفن بيحتاج لحرية مطلقة يعني يقول اللي يقوله، ولا في ضوابط لازم تبقى موجودة؟ كمثال مثلا لو قلنا السريالية او الفانتازيا، هل هذه الفنون مطلقة لكل من يفتي، ولا في عوامل بتضبطها يعني شايفة ايه حضرتك؟ سؤالي واضح؟
سؤالك واضح أكيد. تفضل. هلا إذا بدنا نرجع نحن على معنى كلمة سريالية، من معناها واضح، هي معنى سريالية هي فوق الواقعية، يعني هي التي لا تعترف بالواقع نهائيا. هي طبعا حركة ثقافية نشأت في فرنسا وظهرت في القرن العشرين على ما أظن. حركة ثقافية كان الهدف منها هي التعبير عن العقل الباطن بصورة خارجة عن نظام المنطق والعقل تماما. يعني بتلاحظ انه هي بشكل انه هي بتعتمد على الاشياء الخارقة للطبيعة كعنصر اساسي للعمل الفني. يعني لما انت بدك تقوم تشتغل عمل فني او لما بدك تشوف عمل فني سريالي، فانت بتلاحظ انه العنصر الاساسي هو عنصر خارق للطبيعة، شيء فوق الخيال، شيء صعب العقل البشري انه يقدر يستوعبه. طبعا هي الاحداث العمل الفني بتدور بفضاءات وهمية بيتم التركيز فيها على كل شيء غريب ومتناقض ولا شعوري. لهيك بنلاحظ بنلخص انه يعني فيني اقول لك بالمختصر انه السريالية هي عبارة عن مبادئ رسم تقليدية، يعني ايش بمعنى ثاني عناصر واقعية بترتيبات غريبة لأجسام غير مترابطة. يعني بتلاقي هذه الموجة دي ظهرت مع سيغموند فرويد وسلفادور دالي ولما ابتدوا الشغل ده مع بعض. السرياليين تحديدا جورج هم بيعتمدوا على نظريات فرويد. يعني لهيك تلاحظ انت انه ولا ظهروا من الواقع، هو اللي بيطغى على الشكل، تلاقي اهتمامهم بالمضمون اكثر من الشكل. لهيك تلاقي لبحاتهم غامضة كثير، تلاقيهم معقد، تلاقي لوحاتهم معقدة كثير صعب الإنسان يفهمها. من هون نفهم إنه السريالية ليك في 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 بما إنه معنا صور للسريالية على فكرة حنعرضها على حضرتك الشاشة. نقطة هون مهمة جو، نحنا بدنا نميز، طالما نحنا عم نحكي عن خيال، نحنا بدنا نميز بين شيء اسمه خيال فني وبين خيال علمي. دائما هون في نقطة بيوقعوا فيها الناس أو الفنانين أو النقاد، اختلاف بين الخيال العلمي. بيفتكروا الخيال العلمي هو نوع من الفانتازيا او هو نوع من السرياليه، هو ابدا شيء مختلف تماما. الخيال العلمي يبنى على فرضيه علميه محدده ممكن تكون مستبعده لكنها موجوده، يعني في فرضيه اساسيه عم تحكي فيها العلماء بغض النظر انه هي مستحيله او هي ما مستحيله بس مستبعده الحدوث، لكنها هي نظريه موجوده. اما الفانتازيا فهي بيتم فيها تجاهل كل القيم الموجودة الثابتة والمفروضة بالحياة من أجل خيال غير محدد. يعني أنت هون عندك الخيال له كامل الحرية، يعني مطلق تماماً الخيال عندك لأنه يقدر يفكر ويركب الحياة بطريقة مختلفة تماماً. فهون نرجع للنقطة اللي أنت ذكرتها أنه السريالية والفن والفانتازيا غير مجبر بالالتزام بأي قيود ولا مجبر بي انه يكون تابع لنظريه او لثوابت ايديولوجيه معينه، يعني ايديولوجيه معينه تماما ليقدر يطلع الفن السريالي ابدا تماما. الفن السريالي تحديدا او الفانتازيا هي حاله مطلقه تماما مع كامل الحريه، لانها هي تعبر عن حياه جديده وواقع جديد وبناء مختلف تماما عن كل شيء موجود بحياتنا. طب راندا، انت شخصيا لما بتقومي بعمل ابداعي هل بتبقي متوحده تماما مع الفكره اللي في ذهنك علشان تجسديها وبتغيبي عن الواقع خالص ومركزة في اللي انت بتعمليه، ولا بيبقى الوعي والإدراك موجودين وكاملين وبتبقى متسيطرة على أدواتك وعارفة انت بتعملي ايه بالورقة والقلم او بالفرشة واللوحة؟ اي الحالة من الحالتين دول بتبقي فيها اثناء ابداعك او انتاجك الفني؟ هيك شو هي العمل الفني بمر بمرحلتين. اول مرحلة هي مرحلة الابداع، وتاني مرحلة هي مرحلة تنفيذ الإبداع. مرحلة الإبداع هي طبعا أنا بكون إنسانة بحالة توحد، بحالة أني أنا مفصولة عن الحياة كلياتها بتفكيري. يعني يمكن هي حالة الإبداع بتجي بلحظة، خليك عم أقول لك بتجي هي تكة. يعني ممكن أنت مثلا تكون عم تفكر بموضوع معين وعم تقرأ 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 عنه بس ما عم
مثل ما بيقولوا عنا بالشام، ما عم تضوي اللمبه براسك، ما عم تضوي الفكره براسك. قديش قديش صار عندك افكار كثير عن هالموضوع بس ما عم تضوي الفكره براسك. في لحظه بتلاقي حاله الابداع طلعت، الوحي واجى الوحي واجى الالهام وطلعت هي الحاله. طبعا هي طلعت مو من لا شيء، مو من فراغ، هي طلعت من هالتراكمات هي اللي براسك انت، قد ما قريت وقد ما فكرت وقد ما حاولت انك انت تفصل عن الواقع وتفكر بخيالك لتقدر تنتج فكره. فهي هي حاله التوحد وحاله الانطوائيه اللي بيعيشها الفنان. انا هيك بكون بحاله الابداع للفكره. هلا طلعت الفكره، انا بدي اقوم بمرحله التنفيذ. انا مرحله التنفيذ بكون كامل وعي. يعني انا بكون كامل وعيني لاني انا انسانه اكاديميه، انا فنانه اكاديميه. انا ماني فنانه مطلقه بطلق الاحساس فقط لمشاعري، لا، انا انسانه او فنانه عندي مشاعر فنانة، عندي مشاعر اتجاه العمل اللي أنا عم أشتغله، لكن بنفس الوقت أنا من واجبي والقدرة طبعا هي تجي مع الخبرة ومع الوقت أنه أنا صار عندي قدرة أني بل عايشة حالة المشاعر، بنفس الوقت عم بضبط أدواتي بطريقة صح، عم بضبط لوحتي بطريقة أكاديمية صح. فأنا هون بحالة الإنتاج عم بكون بحالة وعي تام لكل شيء عم أعمله. حصل معك إنك ابتديتي لوحة من لوحاتك أو عمل من أعمالك وابتديتي تحطي تاتشاتك ولمساتك الجميلة كده، وبعدين في الآخر خالص قبل ما تيجي تمضي وتقولي دان، بصيتي لقيتي بصيتي اللوحة كده وقلتي إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ الخطوط دي جت منين؟ الفكرة دي جت منين؟ حصل معاكي إنك حسيتي اللحظة دي اتسرقتي كده؟ مريتي بالمرحلة ديت؟ انه جو يعني انه انا اتفاجأ بالعمل اللي بتبصي تلاقي يعني انت ابتديتي فكره ولقيتي على الصوره طلعت قدام منك فكره تانية يمكن طلعت اجمل. كثير يعني انا احيانا تكون يعني بتجيلك حاجات وليده اللحظه وانت بتشتغلي مش معدله. اغلب الاعمال هيك، اغلب الاعمال بتكون هي في افكار وليده اللحظه، لانه بتبلش العمل الفني ببلش بنقطه فكره صغيره انت عم تشتغل فيه بينما بيكبر بلش الأفكار بتتوالى وراء بعضها، بتلاقي فكرة وراء فكرة. أنت توحدك أو حالة الانسجام بينك وبين العمل بتكبر. أنا بحكي مع اللوحة، أنا باخد بعضي معها. تحكي مع اللوحة، جميل التعبير ده. أنا بحكي مع اللوحة، أنا باخد بعضي معها. وأحيانا بتعاندني اللوحة أكيد. بتعاندني يعني بتوصل لمرحلة أنه أنا بتعملي إيه في الحالة دي يا رندا؟ بتعملي إيه في الحالة دي لما يتستعصي يعني عليك؟ تركيني. ها؟ أتركة. يعني كنت بالاول انا من الناس العنيدين كثير، انه لا ما بدي اتركها، يا انا يا انت بدها تخلص اللوحه بدها تطلع حلوه وبدها الفن لا يعاند يا سيدتي. تمام، انا بتعب بالاخير، وصلت لمرحله انه لا بس تعاندني اللوحه فانا بتركها. برجع بعد بفتره بلاقيني اصحاب انا وياها بكفي اللوحه وبظبطها طب تفتكري كده اطول لوحه خدت وقت معاكي عندتك كثير قعدت قد ايه معاكي؟ العناد بتاعها استمر قد ايه تقريبا؟ لوحه رمسيس الثاني. رمسيس الثاني جدي جدا زرج معاكي ها ليه؟ طيب اكتر لوحة عاندتني واخدت معي بحدود الشهرين ونص. يا ليه؟ طيب ده راجل محترم يعني رمسيس ده. جو لعنة الفراعنة. هوبا لعنة الفراعنة دي حقيقة. حقيقة انا صدقتها. صدقتيها العمل؟ صدقت شيء اسمه لعنة الفراعنة اكيد، بس استاذنتوش ما خدتيش برميشن منه. ما استاذنت لرمسيس كلام تستاذنين صح. جد ما بعرف شو اللي صار جو، انا فعلا ذهلت انا لما بشتغل هي اللوحه. يعني هي اللوحه اذا بيجي محللين للاعمال الفنيه، هي دي اللوحه اللي انت صلحتيه فيها، وهي دي اللوحه اللي انت رسمها وصلحتيه فيها وحط له قبله على الوجنه هنا؟ لا غير لوحه، ده غيرها. في لوحة فرعونية أنا شفتها لكي وحط قبلة على الوجنة للفرعون. هاي اللوحة من أكثر اللوحات اللي بحبها. هاي قصتها يا جو، حابت تسمع القصة تبع هاي اللوحة. هاي اللوحة يا جو أنا مليك من عشاق الحضارة الفرعونية، يعني عندي عشق لهالحضارة، شيء لا يوصف. كل المثقفين يا سيدتي، كل الناس اللي بتذوقوا ما بشبع، بس انه بوصل لمرحله بيجعني راسي على قد ما انا فيها زخم وكثافه.
فعلا بدوخ من الحضارة الفرعونية. فأنا هي اللوحة كنت عم بشتغل عم بقرأ عن الحضارة الفرعونية وبدي أعمل شيء فكرة مميزة عن الحضارة الفرعونية. عظيم. فمن كثر ما قريت من كثر وانت ما في قريت بداية حياتك هذه الدراسية خدت منحة ورحتي مصر صح؟ تمام، رحت على مصر صح مظبوط. المعلومة دي؟ شفت انا تمام، دارس ازاي؟ كثير كانت بحثة حلوة ورائعة. خليني أكمل لك فكرة طيب. اللوحة. طب فمن كلتي كثر فول ما في قريت مصر ولا لا؟ أكلت فول طعمية وفول، وأكلت طعمية كشري جد وكشري، كشري. ورحت على أسوان وعلى الأقصر وعلى الصعيد كله وعلى القاهرة، وكبت كبرت طيب كيف الصعيد أبهرتك كله. الحضارة الفرعونية بقى كفنانة؟ رائع رائع رائع. يعني شو بدي أقول لك، جو قد ما وصفت لك أنا عشقي لهالحضارة ما بقدر أوفيها حقها، لدرجة أكيد عم كفي لك. خليني كفي لك على موضوع اللوحة، أنه أنا من كتر ما بحب هالحضارة كل ما أقرأ شيء عن حضارة فرعون والهي الفكرة أحلى رح أشتغلها، برجع بقرا بقول لا هي الفكرة أحلى بدي أشتغل هي، لا هي أحلى، لا 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 مدري شو. أنت آخر شيء قلت يا بنت أحسن شيء بتعمليه ترسمي فرعون لا على التعيين وبتطبعي له بوسة على خده. هي البوسة هي رمز لمحبتي لهالحضارة هي اللي أنا بحبها كثير. عظيم. لقيت إنه يعني إنه هذا يعني أفضل الطرق أقترحها، يعني إنه هذا صار تعبيرا يعني. أفضل طريق لحتى أنا أعبر فيه عن محبتي لهالحضارة هاي، وهذا اللي صار. يعني من كتر جميل. الزخم اللي فيها للحضارة آخر شيء اختصرتها بهالطريقة. يعني أين تكمن متعة العمل الفني للمبدع وللمتلقي؟ بتكمن فين؟ وبعدين قولي لي إيه المعايير اللي على أساسها بنحكم على العمل؟ هذا العمل جيد أو غير جيد؟ خلينا نطبق كأستاذة بقى لا هنا هون هلا هون أكاديمية. الموضوع يا جو بياخد شقين، عندك المتلقي الفنان او الناقد وعندك المتلقي العادي لا أنا ان بتكلم عن كان المتلقي العادي. العادي، أنا كمتلقي عادي ومش دارس فنون تشكيلية وبتفرج على لوحة، قد إيه بحس بيها إنها حلوة أو ما برتاحلهاش أو ما بفهمهاش، إيه المعايير هنا؟ منين أقول الصورة دي حلوة أو الصورة دي مش حلوة؟ بس بالبلدي بنرجع كده. لموضوع، بنرجع لموضوعين أساسيين حكينا عنهم هلا قبل شوي. هي النسبة الذهبية لما بتكون مشغولة بالعمل الفني، فأنت كمتلقي عادي مانك ناقد، فأنت حترتاح للعمل وحتحبه بغض النظر عن باقي الأشياء، ده عينك كلام صح. حترتاح له. هي أول شغلة. ثاني شغلة، سيكولوجيا الإنسان المتلقي، سيكولوجيا الحالة النفسية اللي بيعيشها المتلقي، هل تتناسب مع اللوحة اللي عم يشوفها ولا لا؟ هل تتناسب مع خبراته وقيمه وثقافته أو ما بتتناسب مع ثقافته وقيمه وأخلاقه؟ فهي الأشياء ممكن تكون عامل أساسي لأنك أنت تحب العمل الفني أو لا. بالإضافة لهيك في عندك عامل الشوك، يعني عامل الصدمة. لما العمل الفني بيعمل عندك حالة من الصدمة أو لفت للانتباه فهو عمل فني ناجح. طالما توقفك لدقيقة العمل وخلاك تفكر فهو عمل فني ناجح. هي يعني فينا نحكي بالمختصر، هلا نحن بدنا نفوت أكاديميا أو كنقد فني في كثير أمور بتحدد العمل الفني هو ناجح ولا لا. بس عندك الصياغة التركيبية، عندك الخطوط مثلا بقوطة بضعفة تناسبها مع صيغة العمل العام، اختيار الألوان وانسجامهم والهارموني مثلا، عندك ال الاستخدام الفنان انه هل للمواد او للخامات، انه هل استخدم الخام المناسبه للموضوع او ما استخدم الخام المناسبه للموضوع. يعني في كثير اشياء جو جميل. بتساعد لانك انت تقيم العمل الفني. لكن كمتلقي عادي، كمتلقي عادي صعب عليه الانسان العادي يقدر يفهم هي الاشياء، لكن هو بيحسها. هي الفرق هون تماما، انه احساس. الناقد بيقدر يشوف هدول الاشياء اما الانسان العادي بيقدر يحسها. ما انا بساله انت دي عاجباك ولا مش عاجباك، مش بطلب منه يقول لي ليه، انا بس عايز احساسه ايه، احساسه صح. باللوحه ايه. ولما بتوصل لمرحله الصمود الروح، روحك بتقرا اللوحه بتصير بتقدر تعطيها تقويم. اكيد. هون بقى مثلا لما انه انت كفنان قدرت تقدم عمل فني فيه حاله مبهره من الاحساس، فانت كمتلقي رح تتلقى هالاحساس بروحك ورح تجرب انت تعطيها تأويل للوحة او تشرح بتتنقل معنى للوحة. صح. فانت لما الفنان لما بيلاقي المتلقي عم بيعطي تأويلات مختلفة للعمل، فهون الفنان بيصل لقمة السعادة. الرسالة لان بتوصل.
تماما، لانه هو بيكون رسالته وصلت للناس، حتى لو بالظبط. كان المتلقي عم بيشوف العمل بطريقه مختلفه عن النظره اللي كان الفنان عم بيشتغلها او عم بيشوفها الفنان، لكن في رساله وصلت بغض النظر شو هي الرساله، متناسبه ومثل اللي شافها الفنان او ما مثل اللي شافها، مناقضه تماما عن نظره بالفعل الفنان، لكن رساله وصلت، فهون بيكون الفنان اخذ حقه وبيكون بقمه السعاده، يكون كثير موصول، ده كل هون حقيقي. رساله الفن وصلت. رندا حجازي، هل لديك ورقة عمل؟ هل لديك خريطة طريق؟ ما هو سقف طموحاتك؟ ايه الجديد في مشوارك الفني اللي بتجهزي له حاليا؟ الطموحات ما في إلها سقف، طالما الإنسان جميل. عم بيشتغل عمل بيحبه فبضل، يعني بما إنه أنا فنانة عاشقة لفني فأنا حضل مستمرة ورح ضل عم بشتغل بغض النظر عن أنا لوين رايحة. أكيد أنا عندي هدف إنه لوحتي تصل للعالمية وتصل لقلوب كل الناس، بإذن طالما الله هي عم نتعشم تحكي، ذلك، طالما نتمنى هي لك عم ذلك. تحكي بلسان حال البشرية والناس والمجتمع، أنا بتمنى لوحتي تصل. أنا من الناس المجتهدين، ليك في نقطة كثير مهمة يا جو هون، إنه أكثر عدل بالحياة، أكثر شيء عادل بالحياة إنه ربنا عطانا لكل الناس 24 ساعة بالنهار، ما ميز إنسان عن إنسان، كل الناس عطاهم 24 ساعة، بس يا هل ترى كل الناس عم تستفيد من ال 24 ساعة بالطريقة الصحيحة لتقدر تكون إنسانة طموحة وتقدر تحقق طموحاتها؟ وبالإضافة لهيك كمان بدي أقول لك شغلة تانية، إنه أكثر سرقة حلال أو هي السرقة الوحيدة الحلال بالحياة إنك أنت تسرق الوقت لصالحك الله. لتقدر تعمل شيء كثير مهم، لتقدر تحقق الطموحات أنت اللي أنت بتفكر فيها واللي بتحلم فيها، لحتى ما تضل أحلام. أكبر غلط أنت أحلامك تضل أحلام، في وانهار طلع الحياة وحقق الطموحات اللي أنت جميل بتحلم فيها. التعبير ده. فأنا من هي الناس، هيك بتقول لك طموحاتي ما بتخلص، ما في عائق يوقف بطريقي، أنا إنسانة بوصل لمرحلة من الإحباط مثلي مثل أي إنسان ثاني، لكن ما بخلي هالإحباط ياكلني مثل الدود، لا، بس دائما بسيطر على أعصابي، بسيطر على واقعي، بسيطر على كل شيء، برجع بقوم من أول وجديد. ايه مشروعاتك المقبلة؟ رح خبرك كنت إنه مشاريعي هلأ في عندي معرض ببيروت، هذا المعرض ان شاء الله يا رب، يعني صار لي سنه ونص عم اشتغل عليه، انا من الفنانين المقلين بالاعمال، كثير مقلين بالمعارض لاني بعطي تركيز كثير كبير على كل عمل وكل لوحه وبعمل عليه بحث، لهيك انا صار لي سنه ونص عم اشتغل في هذا العمل. معرض بيحكي عن دول الشرق الاوسط كلياتها والدول العربيه والدول اهل الحضاره الاساسيه، رح يكون ببيروت هذا المعرض ان شاء الله في الشهر جميل، في الرابع، بلاد هذا الأرز. حيكون سولو اكسبيشن، يعني هذا معرض فردي لحالي. بالاضافه لهيك في شهر ماي في عندي مشاركه هون بكندا مع مجموعه من الفنانين العرب والشرقيين بالعموم، كمان معرض حيكون بمتحف كيبيك كثير مهم كمان اجتني دعوه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في فكره مشاركه بامريكا بنيويورك، يا لسه هلا ما انا بيك. اكيد 100% لكن 90% ان شاء الله موجوده. هذا اللي هلا حاليا لل 2018، شو بيستجد معي اشياء جديده؟ ما بعرف. جميل، احنا عايزين نغطي كل الفعاليات دي ان شاء الله. وبعدين بنسأل امتى هتيجي تسجلي معانا من الاستوديو من هنا ان شاء الله يا جو، كاليفورنيا. اذا زبطت مشاركتي بامريكا بركي بخطف اجري من نيويورك على كاليفورنيا يا وبجي لعندكم فركة استوديو ان كعب شاء يعني، الله يا مش جو. مشكلة، فركة كعب فركة كعب. ان شاء الله، اكيد لي الشرف يا جو، اكيد لي الشرف، وانا كثير كنت مبسوطه، وانت من الناس الاعلاميين اللي اعطوني اطلقوا العنان لنفسي اني انا احكي واعبر عن كل شيء انا لا بحبه احنا احكي سعداء عنه. بوجودك وبهذا الاسترسال وهذا العطاء الفني والثقافي والعلمي الجميل قوي قوي. وعجبتني قوي الجملة بتاعتك ان سرقة الوقت دي احلى سرقة موجودة. ف السرقة الوقت الحلال صح. السرقة الحلال. فباعتبارك لصة كبيرة، انت مارستي انواع كتيرة يعني من العمل، صحافة واعلام وفن وطباعة ومش عارف اقولك ايه ولا ايه يعني، بما فيهم كنت سيدة اعمال يعني. دي يمكن احنا ما قلناش الجملة ديت او النقطة دي ما طرقناهاش، لكن اللي يعرفوش المشاهد انك كنت سيدة اعمال ولك مشاريعك الخاصة كبزنس وما زالت وما زالت. طيب
ده اللي انا عايز اساله لك، هو فعلا زي ما انت قلتي من شويه اليوم كان عندك اكتر من 24 ساعه، ازاي يعني؟ بنمسك الخشب طبعا مش حاسد ولا حاجه يعني، ازاي قدرت تجمعي كل هذه الاشياء وتتنقلي من فن الديكور لللوجو يعني حدوته كبيره، واتنقلتي من اكتر من مكان، من دمشق لدبي، حياه حافله، لمونتريال. لكن السؤال الاهم، السؤال الاهم، الزوج المسكين بقى والاولاد والاسره، هل دول يا ترى دفعهم؟ ضحكني. هل دول هم اللي بيدفعوا ضريبه نجاح السيده المراه علشان يعني تشبع غرورها؟ فالناس الغلابه دول هم اللي بيدفعوا الضريبه بصراحه كده يعني؟ معلش طيب قبل ما نقفل الحلقه رح اجاوبك على الشق الاول من السؤال، اللي هو انا كيف قدرت اعمل كل هدول. عشان غيرك استفيد بالتجربه. اول شيء عم بسرق الوقت سرقه، هي اول خطوه، بسرق الوقت سرقه. ثاني شغله، النجاح والتطور بالحياه بيجي خطوه خطوه، هو عباره عن تراكمات خبرات. يعني انا كل شيء عملته هو، يعني انا بلشت مثلا تصميم ورق يانصيب، وقفتها، نقلت لانه انا صرت دكتوره سوري استاذه محاضره بالجامعه، وقفتها، نقلت للخطوه اللي بعدها. عرفت علي؟ يعني هن المراحل، هي مرحله فوق مرحله فوق مرحله، بنمي الخبرات تبعيتك، المهم انت ما توقف. يعني الترتيب مش الجامعه، يعني ما بتشغليش نفسك بانك تجمعي اكتر من حاجه في وقت واحد ويحصل نوع من الكونفيوجن يعني. ممكن انا اجمع اكتر من شغله بوقت واحد، لكن ضمن طاقاتي وضمن قدراتي. طبعا انا من الناس اللي عندي طاقه كبيره وعندي قدرات كثير كبيره، وعندي قدره اني احمل مو بس بطيختين. واضح يا فندم، واضح يا فندم، احمل كذا بطيخه، عرفت؟ بس انه كمان في عندي طاقه محدده، يعني انا بشتغل كذا شغله ضمن طاقاتي، بخلص منهم، بنط للخطوة الأكبر الأهم، بترك الأصغر. يعني هي يعني تسلسل، عملية تسلسلية من الصغير للأكبر 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 لتصل لمرحلة أنت بتريدها. بالإضافة لهيك دائما الثقافة جو بتلعب دور، بتسهل عليك الحياة. لما بيكون عندك ثقافة واسعة بكل الأمور تسهل عليك الحياة، ما بقعد في أنت داعي لأنك أنت تبحث عن كل الأمور، أو بالأحرى إذا أجتك فرصة تخاف منها، أنت ما بقى تخاف من الفرصة لأنه أنت عندك ثقافة بهالمجال، يعني بطريقة أو بأخرى أنت تعرضت لهالثقافة، قريت عنها وصار عندك خبرة عنها، إجت الصدفة أنه أنت ربنا حط بطريقة باب رزق جديد أو تطور جديد، فأنت بما أنه عندك خبرة عنها وقاري عنها وعندك ثقافة معينة، انت بتستغل الفرصه، انت تستفيد بيها، تمشي بهذا الموضوع. تمام، فالثقافه بتلعب دور، سرقه الوقت بتلعب دور، اكاديميا انك انت تثقل موهبتك وخبرتك ومجال عملك اكاديميا، كمان اكاديميا كثير موضوع مهم، بس يكون عندك الاساس صح فانت حتستمر صح. لما بيكون عندك الاساس مخلخل، معلوماتك مانا صحيحه 100%، ما عندك شيء تستند عليه لما انت بتضعف ولو انه لحظه بمعلومه معينه او بمجال معين بشغلات، اذا ما عندك هالاساس السند الكبير فانت حتوقع، ما حتقدر تكمل. فاكاديميا كثير مهم، الثقافه كثير مهمه، كل هاي الامور بتساعدك لانك انت تتطور. هاي من هذا الباب، من باب الزوج المسكين والاولاد. بالعكس، يعني انا بعتبر نجاح المراه هو نجاح للعائله كلياته، وهذا الشيء كمان بيرجع للزوج انه هو يكون متفهم. يعني انا بالمجال التجاري جو، يعني لما انا عم بقول لك انه عم نشتغل، انه اوكي سيده اعمال وعندي شغل وعندي كذا، فانا وجوزي عم نشتغل مع بعض في سند، في 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 تفاهم، في موده، في محبه، في خطة مستقبلية متفقة أنا وياه عليها. فطالما هالتفاهم هذا والانسجام موجود، فكون أكيد بالعكس أي نجاح رح يكون نجاح للعيلة كلياتها. والولاد ما في أحلى من الولاد لما بيشوفوا حالهم بأمهم. يعني أنا لما بنجح بمعرض بيقوموا بناتي بيروحوا بيحكوا لكل المدرسة، بيروحوا بيحكوا لكل رفقاتهم، بيحكوا لكل المعلمات إنه ماما عملت معرض، ماما كذا، ماما كذا، ماما طلعت على التلفزيون وعملت لقاء، ماما مشهورة، ماما. عرفت؟ يعني هذا الإحساس، فخر الأولاد بأمهم، هذا لحاله كنز، هذا
هذا لحاله بيبني شخصية قوية عند الطفل، فهذا شيء مكسب، هذا منه ضريبة، هذا لا الطفل بيدفع الضريبة ولا رجل بيدفع ضريبة، هذا نجاح، نجاح لكل العائلة. بالنهاية المرأة لما بتنجح بتنجح لعائلتها، بتنجح لأولادها بالأساس، لأنه بتصل أنت لمرحلة شو لما بتصير عندك أولاد بتصير أنت أي نجاح أو أي حالة من النشوة بالفرح، نشوة الفرح اللي بتحسها بنجاحك وتطورك بتحسها لأولادك، كثير بتقول انه انا اي نجاح عم بحققه بدي اياه لاولادي، بدي انا هم ينبسطوا، هم يحسوا بالفخر، بدي هم جدا إيه؟ اشكرك جدا جدا على هذه المرافعه القيمه عن المراه و ان شاء الله بنكرر شكري بجد حقيقي لزهرة الياسمين بنت الشام، وعلى هذا العطاء الفني والثقافي وهذا الكم والزخم من المعلومات اللي عطيتيها لنا والوقت الممتع اللي عشناه معاكي. فننتظر الجديد والجديد من إبداعاتك ومن نجاحاتك بإذن الله، ونتعشم أن نلقاك قريبا في الاستوديو. بنكرر شكرا شكرنا يا شكري جو. وشكر العاملين خلف الكاميرات. شكرا يا جو، أنا كنت كثير سعيدة معكم بحلقتين متواصلين، يعني الشكر قليل لكم، ما بعرف شو الكلمة المناسبة واللي بتليق فيكم لكم ياها، لكن انتم ناس يعني تاج على الراس. انا جدا انبسطت فيكم وكنت سعيده جدا اني كان في لي لقاء معكم، وبتمنى يكون هيك بالمستقبل يكون على طول في تعاون وفي تواصل والله يوفقكم يا رب. الله يوفقكم باذن الله. شكرك يا فندم. اعزائي المشاهدين اشكركم على تواجدكم معنا وعلى وقتكم الذي قضيتوه معنا، نتمنى ان نكون قد قدمنا بصمة للعقول وقدمنا بسمة للشفاء. فإلى اللقاء مع بصمات أخرى. أشكركم.